السلام عليكم. إن شاء الله في حلقة اليوم راح نتعرف عن الأوميجا 3 وأهمية الأوميجا 3 وأهم مصادر الأوميجا 3 وموانع استخدام الأوميجا 3 والجرعات الموصل بها. تابعونا. أخباركم عاملين إيه؟ ما تنسوش تتابعوا الفيديو للنهاية ولايك وشير للفيديو وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. الأوميجا 3 من الأحماض الدهنية الغير المشبعة الأساسية. يعني إيه حمض دهني أساسي؟ يعني الجسم بتاعنا ما بيقدرش يكونه ولازم يحصل عليه من مصدر خارجي. الأوميجا 3 بتدخل في تكوين جدر الخلايا بتاعت الجسم وفي العديد من المكونات الأساسية في الجسم. الأوميجا 3 بتتأثر بالحرارة وبتتأثر كمان بالأكسجين وسهلة الأكسدة، لذلك لازم نبعدها عن أي مصدر حرارة وكمان تكون مخزنة في عبوات مناسبة وعبوات معتمة. الأوميجا 3 توجد في صورة عدة أحماض منها الـ ALA والـ EPA والـ DHA. أهم مصادر الأوميجا 3 زيت كبد الحوت والأسماك الدهنية زي السلمون على رأسهم والماكريل والسردين وبعدين بتيجي التونة. كمان موجود في بعض المصادر النباتية زي بذرة الكتان، ومعلقة واحدة لكم تتخيلوا من بذور الكتان ممكن تعطلنا ضعفين احتياجنا اليومي من الأوميجا 3. بس عشان نستفيد من الأوميجا 3 الموجودة في بذور الكتان لازم نطحنها، ولأنها سريعة الأكسدة لازم نحفظها في التلاجة. كمان موجودة في بذور الشيا، موجودة كمان في الفول الصويا، موجودة في الجوز أو اللي هو العين الجمل، كمان موجودة في مصادر أخرى. طيب إيه أعراض نقص الأوميجا 3؟ في كتير مننا ممكن يكون عنده نقص في الأوميجا 3 من غير ما يلاحظ، لأن أعراضها بتتشابه مع بعض المشاكل الصحية الأخرى. من الأعراض دي الجفاف والضعف الشديد، ممكن الإمساك، ضعف الذاكرة، ضعف في الشعر والأظافر وممكن كمان تساقط الشعر، كمان عدم القدرة على التحمل البدني، كمان مشاكل في المفاصل وأعراض تانية كتير. طب إيه أهمية الأوميجا 3؟ مهمة جدا للمخ والأعصاب، وكمان مهمة جدا لصحة القلب والأوعية الدموية، وكمان مهمة للرئة خصوصا عند المدخنين، وبتحمي الجسم من أمراض القلب المختلفة. وكمان تناول الأوميجا 3 بيساعد على تقليل الدهون الثلاثية، وكمان بيحافظ على الدهون الكلية، بس ممكن ما يكونش لها أثر على الدهون الضارة زي الـ LDL أو إن هي تخفض الـ LDL، بس بتحسن بشكل كبير جدا الدهون الثلاثية والدهون النافعة اللي بتحافظ على صحة القلب. الأوميجا 3 كمان مهمة للجلد والشعر والأظافر، ومهمة جدا كمان للعيون وبتحمي العين من الجفاف بشكل كبير جدا. الأوميجا 3 كمان مهمة للجهاز الهضمي وحماية الجهاز الهضمي وتجديد الأمعاء، لأنها بتدخل في تكوين جدر الخلايا، كمان بتقلل من آلام المفاصل والالتهابات بشكل عام في الجسم. الأوميجا 3 كمان مهمة للجهاز التنفسي ومهمة للصدر، كمان ممكن تزيد المناعة عند الرضع، بالإضافة في بعض الدراسات أشارت إلى أهميتها في تقليل الاكتئاب. كمان مهمة كمان بالنسبة للسيدات خلال الفترة ما قبل الدورة الشهرية أو أثناء فترة الحيض، ممكن كمان تقلل من آلام الدورة الشهرية. الأوميجا 3 كمان مهمة جدا علشان تحسين الذاكرة والتعب المزمن. طب إيه محاذير استخدام الأوميجا 3؟ طبعا الأوميجا 3 بتعمل السيولة شوية في الدم، فالأشخاص اللي هي بتستخدم أي مسيلات للدم لازم تستشير الطبيب قبل استخدام الأوميجا 3. طيب إيه الجرعة المناسبة للأوميجا 3؟ بالنسبة للرجال 1.6 جرام أو 1600 ميلي جرام، بالنسبة للسيدات 1.1 جرام أو 1100 ميلي جرام. بالنسبة للأشخاص اللي بتعاني من الدهون الثلاثية ممكن تزيد الجرعة 2 أو 3 جرام بشكل يومي.